والله شكلنا مطولين بعدتنا اهو. اي والله. شو واقي؟ شافك مو على بعضك. أنو لك أبو رشيد، أنو مشتاق للحارة وأهل الحارة. دهبان قلبي. حقيد وصل صبحي. شو هالحكي؟ لسا مبارك كان هون، شو جابوا هلا؟ العوافي أبو يوسف. علينا بضاي. لاقيت جوا؟ إيه جوا، تفضل. لك خير، لك صبحي خير، شو جابها؟ السلام عليكم عقيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليني القط نفسي وبعدين بحكي لك كل شيء. هاتوا مي يا رجال. تعال. شو؟ راس خارو؟ شو هالحكي لك صبحي؟ ايه والله يا عقيد هذا اللي صار. والحارة قايمة قاعدة. وحدا من الحارة صار له شيء؟ أخي صار له شيء؟ لا لا اطمن، الكل بخير. أكيد لعبوا أولاد عقيد. وأنت الصادق أخي أبو حازم، هذا مرسال وفي وراه ملعوب وأذى. مرسال. هذا مرسال لك صبحي. وأنا هيك عم بقول. وما غمضت عيوني من امبارحة ولا شوفت حبيبي أنا رايحة. خيرية خيرية، إجا معتز. معتز؟ أنو لك هدول قصدهم يعلموا علينا لك عصام؟ نحن يتعلم علينا؟ استعدي بالرحمن لك أخي صغيري، إلا ما نعرفه لهذا الواطي شبك. لا حول ولا قوة. المهم هلا شو صار بالأمانة؟ مشي حالة استلموها. كتير منيح، بكره بخبر عمي ابو حاتم. شو وصلوا هذا الواوي؟ لهلا مو باين خيره من شره. بدي اياك تحط عينك عليه لك عصام. ولا يهمك، بس اليوم دخل واحد على الحاره وقلبي ناقزني منه. من وين؟ شو بعرفني؟ واحد اسمه فياض. منو هذا بقى ليه؟ يا ابو خلصونا بقى من هالحكي. خيريه روحي حطي له لقمه عشا لابن عمك. حاضر مرت عمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله يتقبل يا عمي. إنه منك صالح الأعمال. وديات ابن عمي، لأنت بدك تضلك هيك عايش ببراري؟ قولي على قلبي والله حموت عليك. شو بدي ساوي لخيرية؟ هذا واجبي، هيك رب العالمين كتب علي. ونعم بالله. بتعرفي لخيرية، أنا كل اللي بدي إياه من هالدنيا شغلة واحدة، الله يقوم لي إياكي بالسلامة وتجيبي لي جود وافرح فيه وكمشو هيك وكجمشو وبوسو. هذا اللي بدي اياه من الدنيا كلها. يا رب ترجع لي ابو جود بخير وسلامه يا الله. خيرية، كانه فيك شيء متغير، انت كانك حليانه ما هيك؟ يوه والله خجلتني ابن عمي،
لك لا خجلتك ولا شيء، قال خجلتني. اه اشربي شاي. هاتي عنك يا مو، هاتي عنك. تقبرني دول برغل وسكر وشاي. الله يسلم الديات يا مو دلال. نعم يا مو. يا مو شو صار بالجبنات والمكدوسات؟ ليكن جاهزين يا مو؟ الله وكيلك ما في داعي، ليش عم تعذبي حالك؟ تقبرني لو بقدر اعطيك ضي عيوني انت والرجال اللي معك، ما بيكفي يا مو. يا مو انا اذا ما رجعت بدي وصيك، لا تزعلي علي، ارفعي راسك فيني يا مو، ارفعي راسك فيني كوميات. شو تقبرني؟ لا تحكي هيك يا مو، وحيد الشر على قلبك. ان شاء الله بترجع وبتفرح باولادك يا حق. الله يخلي لي اياك يا مو. يا مو بشو حط الجبنات؟ كيس ولا بسك جلد؟ لك يا مو الجبنه بتنحط بسك جلد. دلال شغلي لي عقلك شوي، حطيهم بالتنكه الصغيره ليك ورا الباب. ايه ايه على عيني يا مو. يا خيريه ناوليني هالكيس من الرف الثاني، الله يرضى عليكي. عجلي شوي. تفضلي متعمي. هاتي حبيبتي هدول شويه زهورات وبابونج ومليسه، والمره الجايه ان شاء الله يا مو دبر لك اواعي لكل الرجال. كتر خيرك يا مو. خير الله يا مو. مرت عمي ما عم ينحطوا معنا بعلبة التنك؟ لك يا لطيف ما بتعرفوا تعملوا شي بدوني، روحي من وشي. حركي يلا يلا. فوت اخي فوت. سيك اخي جبت لك شوية حبشات بزورات امر الدين خشاف هيك مشان تتسلى انت والشباب. ليش كل هاد لك اخي؟ ليش كل هاد؟ لك هذا واجبنا ولو. هات هات هسك لنساعدك. الله يعينك على هالحنة سيك اخي. الله يسلمك اياك. في ضغو سيارة. شو نعمل عقيد؟ شو نكملن؟ أخذ أخذ جي أبرسو كلكا شوز. مونت allons-y. Je vais vérifier. Reviens ici. Soldat. Où es-tu? Il y a un problème. Montez. On va emmener un renfort. عصفورتين ولقطنا ابو حازم عاد ليا هوني. امرك عبيد. هذا الندل شو نعمل فيه عقيد؟ هو شو بدك تعمل فيه يعني؟ هذا اسير. لو صح له بيشرب من دمنا عقيد. ابو حازم عامل لك هذا اسير. امرك عقيد. اترك لي اياه، انا بلاقي له دوبار. يقبرني ربك لك صبحي على الخبرية. أبي عايش؟ إيه والله يا عقيد، هيك قالت الحرمة اللي كانت عم تداوي لعمي أبو عصام. قلت لي فاتت على الحارب بالقرعة؟ إيه والله يا عقيد بالقرعة. يا لطيف، بس المهم عايش. يقبرني الله يقبرني الله. المهم هلا عاوز مني شي عقيد؟ رايح معك على الحارة. نازل معي على الحارة بس. إيه امشي يلا. في خطر عليك يا عقيد. خلصنا صبحي، انا واصل على الحاره، روح ارجع. ديروا بالكم على عصفور التين. خليه يروح معك عقيد. لا ما في داعي. لا تواخذوني يا جماعه، بدي روح اجيب الطيام مشان يسوي لي الحيط. يلا بالاذن. السلام عليكم. الله معك يا ابني. ايش يا اخي
لك ابني بخصوص المخلوقة الفرنجية، عصام لازم يشوف شو أمرها، لأنه كلياتنا بدنا نعرف شو صار مع أبو عصام. ومشان الأسير. ومشان الأسير اللي عندك يا معتز، أوعك تجرحه بكلمة يا ابني. بتطعميه وبتشربه وبتخليه يتحمم. لا تشغله، بتخليه معزز مكرم. حلوة هي، معزز مكرم. بذكرك بقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه، فيبقى عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا نبي. منيح اللي سألتك شيخي، منيح اللي سألتك. يا الله. وين شيخي قاعدين؟ لا يمل يا أبلي، لا يمل يا أبلي. لا بقى تيجي بالنهار، يعني إذا شافك حدا من العوينية بدي يخبر عنك. أنا أخذ كل استحياطاتي، بعدين اللي كاتبه ربك بده يصير شيخي. ما بيصير يا أبني، ما بيصير. لازم تاخذ الأسباب. أمرك مثل ما بدك. خلي طريق ابني. يلا يلا. بعدين عقيد شو بدنا نعمل فيه؟ شو بدنا نعمل فيه لك أبو رشيد؟ بدنا نتركه هيك على وضعه. المشكلة لو بلده قريبة كنا رجعناه لعند أهله، وأنا كنت بدي أقول لك خلينا نتركه يروح بحال سبيله. أنا لك أبو رشيد، أنا ما بنقدر نفلته، إنه إذا فلتناه وراح لعند الفرنساوي احتمال كبير يخبر على قرنتنا، هيك منكون بشي منصير بشي تاني. اتركه اتركه لرب العالمين، بركة بيرهمنا وبنعرف شو بدنا نساوي فيه. محمد صب له ابشر يا بيه. هلا ليك لاقول لك ابو رشيد، هلا هدول جماعه الكتله مزبوط مش شاطرين غير بالحكي والجري، ولسه حاملين لي هالقصة فوق ظهرهم وطالعين على فرنسا وراجعين من فرنسا. قال شو هي بده يحلوا لنا اياها؟ بدنا نشوف شو بده يتأتى معهم منه. بس المستعمر ما بيمشي الحال معه هيك، لا مو بالحكي، بالسلاح بدنا نطالعه من هي البلد، لأنه الأرض أرضنا، هذا فرنساوي وهو محتل هي البلد، وبدنا نطالعه بدنا نطالعه. بإذن الله ما حدا حيطلع الفرنساوي غيرنا عقيد. أنا بقول عقيد كل شيء بيحكي مع الفرنساوي عميل وخسيس. لا بهي ابو رشيد بدك تسمح لي، رجال الكتله الوطنيه ناس شرفة ووطنيين وما حدا بيقدر يجيب معدلهم، بس هن ماشيين بطريق ونحن ماشيين بطريق تاني، نحن الاثنين بنلتقي بنفس الطريق، بدنا نطالع المستعمر من بلدنا، هي هي كل القصه، المستعمر لازم يطلع من بلدنا، فهمت؟ هي اسمح لي فيها عقيد، الفرنساوي ما بده حكي، بده دق بالصرامي. انو عجبتني هي، قال بده دق بالصرامي. قول قول كلوا شباب. أنا رأي صلح الصحن. إيه قوم قوم يلا. يلا يا رب يلا. اتركه وروح بحال سبيله. عم اقول لك اتركه وروح بحال سبيله. لا يا رجال، لا حدا يخوفه، نزلوا سلاحكم، عم اقول لكم نزلوا سلاحكم على الارض. منيح هيك؟ عليك الامان، روح بحال سبيله. عم اقول لك روح بحال سبيلك، عليك الامان، اتركه. زت البارودة ولا؟ عم اقول لك زت البارودة! ولك!
لا تخاف علي أكيد. أبو رشيد يا باطل عليك يا أبو رشيد يا باطل، أنت اللي كنت بدك تعتقه لوجه الله. دمي مالي رأتك يا عقيد. لا تحكي شيء لا تحكي شيء، ريح حالك. أبو حازم نادي لأخي عصام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا يا رجال أجروا أجروا. طوني معيتك اللي تعرف شلون تصلي عليه. أمرك عقيد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. إيه بس ما كان لازم أقتله شيخي. أعوذ بالله، شو تقتله؟ لك ابني هذا أسير. شعو قتل واحد من رجالي. ألا تزر وازرة وزر أخرى. نحن عملنا بأخلاقنا لك ابني وهو عملنا بأخلاقه. كان من زينة رجال والله يا شيخ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. معتز لا تنسى تشوف عيلة أبو رشيد الله يرحمه. أنا وهدول بعيوني شيخي. صحيح نسيت أسألك، شو شايف من وراء قصة المضافة؟ هذا كبير وما حدا بيعرف مين وراه غير الله عز وجل. إيه بس لازم نعرفه مين هو. بجوز يكون واحد منا وفينا. شلون يعني منا وفينا؟ أو مدسوس من برات الحارة. على الأغلب مدسوس من برات الحارة. ابني دير بالك، سبق وقلت لك لا بقى تيجي بعز النهار. لا تاكل همي شيخي لا تاكل همي. عصام خلي الطريق. يلا يلا يلا. السلام ورحمة الله. شو هالحكي يا عصام؟ هيك سمعت؟ يبدو يكون واحد منا وانا ما بصدق. هذا واحد مدسوس ما في غير الواوي وفياض فاتوا جديد على الحارة. غلط هدول الجوز وراهم قصة لك عصام، لازم نعرفها. نعرفها اخي نعرفها ولا يهمك. بدي اياك تحط لي عينك عليهم. دير بالك وين ما راحوا وين ما اجوا اوعى كيف لكم بين ايديك عصام اوعى. بس تعرف اخي هذا ابو جوده خيرني. ليش بقى؟ عم يقول انه حريق المضافه وراء الكوره.